وينضم إلينا من ألمانيا مشاهدينا مراسلنا عماد ثلاثي. عماد مرحبا بك. عماد، باعتبارك كنت حاضر في الاجتماع الذي انعقد حول الاحتلال التركي لعفرين في مبنى الاتحاد الأوروبي في بلجيكا، بداية دعنا في التفاصيل لو سمحت. نعم، البارحة عقد المؤتمر الدولي لمناقشة الاحتلال التركي في عفرين. طبعا المؤتمر عقد في مبنى البرلمان الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبحضور شخصيات أوروبية سياسية وأكاديمية، إلى جانب وجود طبعا شخصيات كردية تعمل في المجال السياسي والدبلوماسي من الكرد والدول الجوار. حتى طبعا تركز المؤتمر حول شرعية الاحتلال التركي أم عدمه. يعني طبعا مجمل الآراء التي طرحت خلال المؤتمر ركزت على عدم شرعية هذا الاحتلال، منتهكة بذلك يعني الدولة التركية تنتهك القانون الدولي لعدم وجود أي أسباب أو دوافع. هي تركيا نفسها ادعت أنها تدخل الشمال السوري بشكل عام لحماية أمنها ومن المجموعات الإرهابية كما تسميها. طبعا ووفقا لدراسة المركز العلمي التابع للبرلمان الألماني نفسه، طبعا صدر عنه تقرير موسع أن لا يوجد أي سبب أو أي عذر لتدخل تركيا في عفرين، وهذا ما ينفي صحة ادعاءاتها. أيضا ما لا يطابق القانون الدولي كما تدعي الدولة التركية. بشكل عام كان النقاش حول هذا الموضوع، ثم أصدرت عدة مقترحات على شكل نتائج للمؤتمر. كما قلنا تركزت على ضرورة خروج القوات التركية والفصائل المسلحة التي تدعمها الدولة التركية من كافة أراضي الشمال السوري وليس فقط في عفرين، تشكيل لجنة خاصة بتقصي الحقائق ومتابعة الأوضاع خاصة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وفق التقارير الصادرة بشكل يومي من هذه المدينة، إلى جانب التركيز على موضوع التغيير الديموغرافي الذي قامت به دولة الاحتلال التركي في عفرين. يعني اعتبر تغييرا ديموغرافيا ممنهجا بإخراج أهالي عفرين من بيوتهم منازلهم وإسكان المناطق الأخرى الذين هجروا من الغوطة ومن ريف حمص الشمالي وأيضا من مناطق الزبداني وأسكنوا في منازل الأهالي في عفرين. يعني وهذا يعتبر تغيير ديموغرافي ناشدوا به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام وخاصة الاتحاد الأوروبي للتدخل وحل هذا الموضوع بشكل سريع. إذن عماد، نعم. أفهم من حديثك يعني أكثر من نقطة توافقية خرج بها المجتمعون في مؤتمر بروكسل. نعم، كما قلت ركزوا على عدة نقاط طبعا كلها تتمحور حول عدم شرعية الاحتلال التركي لأراضي شمال سوريا. يعني حتى تواجدها في مناطق أخرى كعزاز وجرابلس والباب أيضا تم نقاش هذا الموضوع والاتفاق على عدم شرعية وجود القوات التركية في شمال سوريا. طبعا سيقدم المؤتمرون توصياتهم للاتحاد الأوروبي، وفي بعض الكلمات أيضا أشاروا إلى أنهم سيتواصلون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة طبعا لبحث معاناة نازحي عفرين المقيمين في مخيمات منطقة الشهباء، إلى جانب التأكيد على تأمين عودة آمنة للأهالي في أسرع الوقت ممكن. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، مراسلنا من ألمانيا عماد ثلاثي.